قال المدير التنفيذي لجمعية أزجر. طبعا اليوم احنا عندنا اللي هو الحفل الترفيه او الدعم النفسي للأطفال بدعم من المبادرة الليبية الانتقالية. قمنا بهذا البرنامج اللي هو المدة 5 أيام الفترة المسائية، فشاركنا فيه الأطفال وأمهاتهم وأولياء أمورهم. احنا لاحظنا في برامج سابقة اللي هي الدعم النفسي للأطفال بالذات بعد النزاعات اللي صارت في بلدية أوباري، قمنا بهذا المشروع للترفيه وزي نوع من تفريغ يناري اللي نشفوا فيهم احنا الأطفال كيف زي اللي عندهم نوع من الخوف. وحاجة تانية يعني حتى في فترة ما بعد الحرب يعني بعد لا رجعوا الناس النازحة في زي نوع من النفور يعني في المدرسة. Yeah.